موجز للأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية، خص أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمقابلة رسمية وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية والكونغوليين بالخارج السيد جون كلود جاكوسو. اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس مقرمان. وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية والكونغوليين بالخارج كشف في تصريح عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية أنه جاء حاملا رسالة من الرئيس ساسون غيسو، يدعو فيها السيد الرئيس للمشاركة ببرازافيل في قمة الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا. Nous avons eu l'honneur d'être reçu par son excellence monsieur le président de la République. لنا الشرف بأن نحظى باستقبال السيد رئيس الجمهورية. جئنا حاملين لرسالة من السيد الرئيس دونيس ساسون غيسو. adressée à son excellence monsieur le président de la République à venir à Brazzaville. تتعلق بدعوة للسيد رئيس الجمهورية لزيارة برازافيل للمشاركة في قمة رؤساء الدول للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا. الملف الليبي ملف معقد ولا أحد يمكن له الإحاطة بمعرفته كالجزائريين. الجزائر قوة مركزية في المنطقة بحدود كبيرة مع هذا البلد. L'Union africaine a toujours pensé que il ne servait à rien. الاتحاد الإفريقي دائما يرى بأنه لا جدوى من إجراء انتخابات دون تحقيق الحد الأدنى من مصالحة وطنية. شهور عديدة المحاولات جارية للم شمل الأشقاء وجمعهم حول طاولة واحدة لتأسيس توافق للسلم والتسامح والمصالحة. pour le pardon, pour la réconciliation. Et donc de manière indépendante, les Libyens ont décidé. وبشكل مستقل الليبيون قرروا عقد ندوة للمصالحة بتاريخ 28 أبريل 2024. Et prélude à ce grand événement, وتحسبا لهذه الندوة، الرئيس ساسون غيسو الذي يرأس اللجنة العليا التي تضم 10 دول بدأ بدول جوار ليبيا وبالطبيعة منها الجزائر. هذه اللجنة تجتمع في برازافيل في 5 فيفري. هذا أهم ما تطرقنا له خلال المباحثات التي أجريناها هذا المساء مع السيد الرئيس. بالطبع تطرقنا إلى القضايا الثنائية، حيث هناك آفاق جيدة لتطوير العلاقات بين الجزائر والكونغو برازافيل في ميدان الغاز. الجزائر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، والكونغو تخطو أولى خطواتها في هذا القطاع، وهناك رغبة بأن الشركتين الوطنيتين سوناتراك وأسان بي سي تعملان يدا بيد في هذا المجال لتأكيد سيادة دول القارة الإفريقية وقدرتها على التحكم في الطاقة. هذا هو الهدف من حضوري إلى الجزائر وفحوى لقائي مع السيد رئيس الجمهورية. استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سعادة سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر السيد جيوفاني بوغليسي الذي أدى له زيارة وداع غداة انتهاء مهامه. اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام.
سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر جيوفاني بوغليسي أكد عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية على عمق علاقات التعاون الثنائية المتميزة التي تجمع الجزائر وإيطاليا. حظيت بلقاء مطول وودي مع السيد رئيس الجمهورية. تطرقنا إلى حصيلة 3 سنوات من خدمتي هنا في الجزائر كسفير لإيطاليا. الحصيلة إيجابية جدا. في هذه السنوات 3 العلاقات تعززت. علاقتنا كانت دائما قوية، لكننا في السنوات الأخيرة وصلنا إلى مستوى مرجعي، فالإمكانيات كبيرة جدا. نحن بلدان شقيقان وصديقان نطل على البحر الأبيض المتوسط ونتفاهم حول الكثير من القضايا الإقليمية المهمة كالساحل، ليبيا وتونس، فمصالحنا مشتركة. حزين لمغادرة هذا البلد لأستلم مهامي في النمسا، وفي نفس الوقت سعيد بقضاء هذه الفترة هنا حيث حققنا نتائج على كل المستويات. أنا ممتن كثيرا للأصدقاء الجزائريين وللسيد الرئيس وكل السلطات الجزائرية. بتكليف من رئيس الجمهورية شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة 19 لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأوغندية كامبالا تحت شعار تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك. وفي كلمته أمس خلال الاجتماع أكد عطاف أن الجزائر تتطلع إلى تحقيق انطلاقة تضفي زخما جديدا على القيم والمبادئ والمثل التي قامت من أجلها حركة عدم الانحياز، مبرزا أن الجزائر تلتزم بالعمل من موقعها بمجلس الأمن في سبيل الحفاظ على مصالح الحركة وترقية أهدافها ومبادراتها. عطاف أكد أن القضية الفلسطينية بحاجة إلى دعم أكبر من قبل هذه الهيئة التي بإمكانها تعزيز الضغط الدبلوماسي لوضع حد لآلة الدمار الصهيونية في قطاع غزة ومحاسبة المجرمين. في تطورات الوضع بغزة احتدمت المعارك بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة، أين تلقى العدو خسائر فادحة في خان يونس. في هذه الأثناء وخلال 24 ساعة الماضية ارتكب الكيان الصهيوني 16 مجزرة راح ضحيتها 163 شهيدا وأزيد من 350 جريحا، من بينهم 19 شهيدا غالبية من الأطفال والنساء ارتقوا جراء قصف استهدف منزلهم في رفح جنوب قطاع غزة. ليرتفع عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 24,450 بالإضافة إلى أكثر من 61,500 جريح. إلى مستجدات المنتخب الوطني لكرة القدم، حيث تجري اليوم العناصر الوطنية حصة تدريبية بالملعب التابع لمقر إقامتهم ليقف الطاقم الفني على الجوانب الفنية والتكتيكية استعدادا للجولة الثانية عن المجموعة الرابعة أمام منتخب بوركينا فاسو المقررة السبت المقبل بداية من الساعة 2 زوالا. وبخصوص برنامج مباريات اليوم السادس من المنافسة الإفريقية، يواجه منتخب غينيا الاستوائية ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الأولى منتخب غينيا بيساو بداية من الساعة 3 ظهرا، فيما يواجه منتخب كوت ديفوار منتخب نيجيريا على 6 مساء. اللقاء الثالث عن المجموعة الثانية يلتقي فيها المنتخب المصري نظيره الغاني على 9 مساء. ختام الموجز، أعود لألقاكم على رأس الساعة بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم.